هو اللاعب اللي راح يحل ان تكهيوك. نعم هو اللاعب اللي راح يحل مكان الكابتن هونغ يونغ جو. هذا هو التبديل الاول لجو دونغ سوب المدرب الكوري الشمالي. ولدينا اللاعب الذي غادر هو اللاعب الذي اهدر ضربه الجزاء اللي نشاهدها الان. وكم كانت ضربه جزاء مهمه جدا لو سجلت للكوري. على نفس الامر ولدينا الوهيبي يعيد الى خالد ومن خالد كره للامام ملعوبه فرصه اماراتيه هي 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 اسماعيل سبيت محاوله اماراتيه من جانب سبيت خاطر لكن سبيت خاطر جته في الرجل في الرجل الشمال في الرجل الشمال هذه لو جته في الرجل اليمين راح يكون صاروخ اماراتي في مرمى الكوريين لكن لحسن حظ الكوريين ان الكره اتت في القدم الشمال لسبيت خاطر وبالتالي فرصه وضاعت للمنتخب الاماراتي وهنا سبيت خاطر القائد الذي يحمل الشماليه باذن الله احمد يناظر وسبيت يناظر وكره ملعوبه لكن هذه المره حائط الصد ابعدها في المره الاولى وبعد ذلك الكره الى خارج ارضيه الملعب اثنين شويتها لذلك كنا متفائلين في اللعبه الماضيه من جانب احمد ومن جانب سبيت وهذا اسماعيل اللي هيئها لسبيت وهذا هو الاماراتي يضغط الان بصوره ممتازه ويستمر بتهديده المستمر على مرمى كوريا الشماليه من اجل الوصول وزياره الشباك قولوا يا رب يا رب تفرج اللاعب يعطي ويقدم ولديه امكانيات ممتازه واسماعيل الله حال ويا اسماعيل حال ويا اسماعيل لعبه صاروخ كانت قويه الى خارج ارضيه الملعب قذيفه من قذائف اسماعيل قذيفه من قذائف الامارات قذيفه في الشوط الثاني اخطات الهدف قذيفه اخطات الهدف لكن في المره القادمه تكون قذيفة الشماليين يمتلكون السرعه فاسماعيل والوهيبي عندهم السرعه ولدينا اسماعيل بطر يرسل كره قويه الى خارج الملعب طمع فيها اسماعيل المرة الماضية طمعت اسماعيل بطر بعض الشيء شاهد مساحة وبالتالي فضل ان يفاجئ حارس المرمى ارسل كرة قوية الكرة رحلت وابتعدت الى خارج ارضية الملعب ولاحظ تصويبة اسماعيل بطر اللاعب الذي قدم عطاءات كبيرة جدا للكرة الاماراتية واصبح نجما كبيرا وهو لا زال في سن صغير عندما كان اللاعب الان الحمادي يا سلام الحمادي الى احمد اكتملت اللمحه الماضيه المطالبه بخطا لكن حكم المباراه ما اشار الى وجود شيء وقذيفه يوسف جابر مرت الى خارج ارضيه الملعب او هذا وليد عباس هو من حاول في الكره الماضيه كره رحلت وابتعدت الى خارج ارضيه الملعب اكبر فوز لكوريا الشماليه في تاريخها كان على فريق يطلق عليه جوام ب 21 مقابل لا شيء لكن هذه الهزيمة تعتبر هي أكبر هزيمة يتلقاها فريق غوام أيضا في تاريخه كانت عن طريق كوريا الشمالية هنا جماهير الإمارات التي تؤازر وتساهم بتوقيع اللاعبين في ظل مواجهات المنتخبين ولدينا خالد سمير الآن يفضل التصويب والضربة ركنية ضربة ركنية سلاح التصويب من المسافات البعيدة أحد خيارات الأحمر الإماراتي الآن لاحظ خالد سمير ولاحظ التصويبة البعيدة المدى لكن حارس المرمى الكوري على دفعة واحدة ما استطاع أن يحصلها يا دوب الكرة لامست جسمه وغادرت إلى مرمى ركنية وهي الآن لمصلحتنا وقولوا يا رب قولوا يا رب أحمرنا الإماراتي الأحمر في قطر قادر بإذن الله اسماعيل تقدم ومر ومرر وفرصة إماراتية موجودة خطيرة هي 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 إماراتية الحمادي يرسلها الله حلوة إماراتية لكن أيضا حارس المرمى أنقذ الموقف في اللعبة الماضية لاحظ الحمادي ولاحظ ردة فعل بيونغ كوك حارس المرمى أبعد الكرة ونحن في الدقيقة الأخيرة الآن من عمر المباراة محاولة يلا يا أحمر يلا يا منتخب الإمارات يلا يا شباب محاولة وعالية وخطيرة وجول يا على فرصة يا
على فرصة كادت تضع السعادة وكادت أن تضع النقاط الثلاث في الخزائن الإماراتية، لكن حارس المرمى ريم يونكو تألق وأبعد وأنقذ الفرصة الماضية ببراعة الحقيقة، وحرم منتخبنا من هدف كان محقق. لدينا الشرحي مرة أخرى إلى عامر عبد الرحمن، ومن عامر إلى الأمام قوية مرت ورحلت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو الشرحي أحد بدلاء أيضا كاتانيج في الدقائق الماضية الذي حل بدلا من اللاعب أحمد خليل في اللعبة الماضية. الشرحي نزل لكن أحمد خليل حل بدلا منه هو سعيد الكثيري، وبالتالي يعني تبديل آخر. ولدينا محاولة الآن كانت خطيرة جدا، حارس المرمى تألق في الإبعاد وفي المتقدم يرسلها الآن إلى سبيد، ولدينا سبيد خاطر يحاول يرسل كرة إلى الأمام مخادعة لحارس المرمى اللي استلمها على مرتين ميونغ جوغ حارس المرمى الذي الشمالي. هذا هو كاتانيتش، هذا هو كاتانيتش، احترم كل المنتخبات ولا اخشاهم، كان هذا الكلام قبل بدايه البطوله من جانب المدرب كاتانيتش، لكن ان تعادل الاحمر الاماراتي فانه بعد ذلك لن يكون اي فريق خليجي حقق الانتصار في هذه البطوله حتى اللحظه، وهذا اللي صار حتى الان. مشاهدي ابو ظبي الرياضيه في كل مكان، مباراه قدمت بطريقه حلوه من جانب الاحمر الاماراتي، اعتقد بانه واجه خصما ليس بالسهل، الحديث عن كوريا الشماليه بقوتها لوصولها الى كاس العالم، جاريناهم وكنا الافضل من حيث السيطره، وهذا الامر شاهدناه خلال 90 دقيقه، بالتوفيق باذن الله في المراحل القادمه امام العراقي وامام ايران، فالفرصه لا زالت موجوده، شكرا لرجال الوطن، وفي الايام القادمه ستكون لكم كلمه عليا باذن الله، الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فهد عبد الرحمن، ألقاكم في مواجهات أخرى، إلى اللقاء.